أول نقطة هي اللعب برا بيحرك كل عضلات الجسم، الإجرين، الإيدين، حتى بيحرقوا كالوريز، وهي من أحسن نشاطات للصحة. ثاني نقطة، اللعب برا بقوي المناعة. هذا الشيء اكتشفناه بعد ما عملنا دراسات عن الجيل القديم والجيل الجديد. الجيل الجديد مركزين أكثر على يكونوا قاعدين اندورز ومركزين أكثر على التكنولوجي، غير إنه بأيامنا نحن الجيل القديم كنا مركزين نطلع برا نلعب مع بعض، نلعب مع الحيوانات، نلعب بالتراب، هذا الشيء اللي بقوي المناعة عند الإنسان. ثالث نقطة هي اللعب برا بالشمس بيعطينا أهم فيتامين للجسم هو الفيتامين دي. الفيتامين دي أكثر شيء بيقوي العظام وبيعطينا طاقة وحتى بيخفف الأمراض. أنا كمدربة أطفال لاحظت إنه الأولاد اللي بيلعبوا برا بالطبيعة عندهم تركيز وريفلكس أقوى من غير أولاد، لأنه بيتواصلوا مع بعضهم وتركيزهم أنه يرحوا.